السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بلاد السويهلة بمراكش، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية الخيرات والرواق الجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 11/9/2024 بدينا عند سي بوبكر الجعيدي هنايا في الاربع السويله بمراكش. الخيرات تاع المحمر او الشواق او كل واحد اش يقول، وراجل قديم هنايا في الاربع السويله بمراكش كما تشوفوا. الخيرات تنوريوها الجميع حبابتو هنا في المكان دي من هاد الخيرات تنوريوها الجميع حبابتو هنا عند سي بوبكر هنايا. راجل صاحبنا وتنعرفوه بحاجه زوينه وحاجه رفيعه. تبارك الله على سي بوبكر، نهار زين هذا الحمد لله. كما تشوفوا الشوا محمر ومجمر عند سي بوبكر هنايا في جي من تبارك الله. هاد الخيرات كما تشوفوا عاد سي بوبكر شحال تتبيعوا الخير؟ 5000 1250 درهم باش تبيعوا الخير. عاد سي بوبكر الشعيدي 5000 ريال تيكون لينا وغاليين البهايم. وغاليين البهايم؟ غاليين البهايم، لا بقر ولا غنم. لا بقر ولا غنم غالي. طيحه شي صح من 3000 الحم ديالو خضر. هاد الغلميه، هاد الغلميه طيحه صح من 3000 خضر. فعلا غلمي تاع الشوا كما تشوفوا، والراجل قديم والشوا تبارك الله تيقول لنا 25000 فرانك او 250 درهم، وتيقول لنا طيح اكثر من 150 3000 ريال خضر. ما لا طابره ولا طايح ب 6000. شنو هو؟ والله ما طايح لي ب 6000، راه حنا تنعديو في الوقت. خاصك تبيعي ب 6000 ولا بغيتي لا بغيت نحسي شي شويه. لا بغيتي تلحس ويني هنا بعدي الناس راه تضحكوا ما تلقاو كاع قدي يشري ياك. ونقول الكذوب هذا اللي تا قال لنا سي بوبكر، وراه راجل قديم هنايا واللي بغى شي حاجه مرحبا به في الاربع السويهله بمراكش او السبت بن ساسي والحد راس العين. والحد راس العين هنا فين تيكون عنده الشوا، وراجل قديم كما تشوفوا. هاد الخيرات تاع الشوا محمر ومجمر تنوريه الجميع حبابته هنا في المكان. كما قال لنا سي بوبكر هاد الخيرات راه اكثر من 150 درهم باش تيطيح اللحم تاعك، وخاصو يبيعو ب 30000 فرنك وغادي ليه غير 250 درهم ياك سي بوبكر. وقول لي سي بوبكر هاد الخيرات واش تبغي تصاوب شي واحد؟ جوج خروفات، جوج خروفات 200000. جوج خروفات 100000 الخروف. 50000 50000 الخروفات يقول لنا سي بوبكر هنايا في الاربع السويهله بمراكش. وراه راجل قديم اللي بغى شي واحد يشوي او ياخذ عنده الشوا او هذا ياك ياك سي بوبكر. اهلا مرحبا. وكاين عنده تا بول ولا كباب ولا كل واحد، والروس بخرا كيما تشوفوا عند هنايا عند سي بوبكر في الاربع السويهله بمراكش. قول لي سي بوبكر اللي بغى شي واحد تشوي ليه ولا تبيع ليه ولا نبيعو ليه ولا الحل اللي بغى نديرو معاه. وعطينا النمره اللي بغى شي واحد هاد المسائل. عطينا النمره على التلفزيون 06 زيد 06 71 16 07 88 عندك غير النمره وحده سي بوبكر؟ النمره صافي تدرب ابويا عليها. وراه عزيز علينا سي بوبكر هنايا في الاربع السويهله. نتمناو من المشاهدين قناه الزيتون مرجان يجيو عند سي بوبكر تبقى يشجعوه لينا والحباب تونا في المكان، لا دازو السبت بن ساسي او الحد راس العين او الاربع السويهله بمراكش. هاد الخيرات تاع الشواق
راه راجل قديم كما تشوفوا. شحال تقريبا بعتي لنا بعتي الشواق فاش بديتي في الخدمه؟ انا بديت في الخدمه باقي متعلم الشواق 120 كيلو. باقي الشوا 120 ريال الكيلو. واحد 60 62 هادشي باش كاين الشوا. والغنمي الشوا كان 120 6 دراهم والبقري كان 40 40 تاع الغنمي 60 هادشي واحد 60 62 تبارك الله. الغنمي اللي جا هاد العام عمره ما كان في الحياة على طول الحياة سبحان الله والحمد لله بالكرامة تاع الله. الله يعاون هاد الأمة. أمين. الله يعاون هاد الأمة. أمين. دعي وشوي. الله يعطينا تيسير من عبد الله ترفق الوقت. يا ربي ترفق الوقت راه القاضي جا صعيبة في المصاريف. قاهروا الناس أي ميدان. واخا تكون لاباس عليك تتقهر بهذا. واخا يكون عنده مارك ما القارون يتحايل. على هاد المصاريف اللي كاين. واعرة واعرة. الناس ما جاعه في هذا الشوا كلشي قهرهم الله يكون في عونهم. راه حنا داوينا على العموم. على العموم كلشي الناس مقهورين في اي حاجه تمرتوا كاع. بهذا خاص من داز هذا العيد كبير ليه. والله ما شعولش ولا شي على العافيه في بنادم. مصاريف كثيره. كثيره. وتاخذ راسها بحال انت جا لعبه دور. اللي صور ما قدو. تصور انا من العيد الكبير لهنا على تقليدي لا دار جملين و40000 من فلوسي. ما كاينش كذوب ما غتكذبش من العيد الكبير لهاد التاريخ يخدم ضرب زوج ملايين وربعين الف من فلوس من غير اللي تتصور من غير اللي تنصور اش باقي تنصور ما كاينش تصور حنا شادين شادين تبارك الله على سي بوبكر كما قال لنا الله يحسن العون للجميع قلبهم الله الله ينصر سيدنا امين والله يعطينا الرخاء امين الله يهدينا على بعضياتنا امين قلبهم الله وسيدي ربي امين يا ربي الله يخلينا مالك امين امين. شحال تقريبا الثمن الاخر اخر عبار 30 درهم اخر عبار 30 درهم في الشواء في الشواء اخر عبار هو 30 درهم واني هذاك الشيء كما تشوفوا معنا راه محمر ومجمر كنوريوه لجميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان والحباب تؤلق في المكان والله يجيب السلامة امين. هذا راه بكر عزيز علينا وصاحبنا هنايا في الاربعة السويهله بمراكش كي تشوفوا هاد الخيرات تنوريوها لجميع الحباب تؤلق. وقول لي سي بكر هاد باولو او كباب او شتا تقولوا له 3600 دواره اللي فيها الدواره اللي فيها القلب الكبده الريال والسيس تقليه 3600 كيلو طيبه مريكله طيبه ناضيه لا الماكله عندي يصير يغمض عيني يغمض عيني راجل قديم ما نزيدوش الهضره يصوب هذاك الشيء على حقه وطريقه لا جينا ديال هذا البلد من نغصوا الناس ما عندي ما نسال لا ما عندي ما نسالك سي بوبكر ما عندي ما نقول حاجه رفيعه ممتازه وهد بحال ما هذا الروز شحال هذاك الروز من 90 درهم حتى 60 درهم من 60 درهم حتى 90 درهم من 90 درهم البو من 90 درهم حتى 60 درهم واخا حنا نقولوا لي من 60 حتى 90 صافي على حساب وكل بالمخاخ تاعو بالمخاخ بالمخ تاعو تبارك الله الله يحفظك الله يبارك ديما حنا في السوق الاسبوعي بالاربع السوايع قلت لي انا ودي سي بوبكر الناس اللي تبغي تصاوب لهم بحال ما هاد الشوا فين ما كانوا تصاوب لهم الله يرحم والدينا الحاج الله يخلف وما تاخذي والو مرحبا مرحبا نقول لك سي سي بوبكر اللي بغى يتصاوب لي بحال ما هاد الشيء فين ما كان تمشي عنده تمشي عنده فين ما كان فين ما كان كما قال لنا اللي بغى يصاوب لي بحال ما هاد الشوا تاع الحفره ولا شنو تيقولوا لي؟ تاع الفران تاع الفران تاع الفران تاع الفران سير صوروا راه في الفران سير صوروا رانا شايفوا في صورته سير عاود صوروا تما واخا نكمل معك هنا قلنا شكرا لك عرقتيها بالصحة والراحة قلت لك بعد فترة معاك ما سمعتك والو والله إلا من تاني انت درك انت باقي خلص تاني انا نزيد ناكل انت من مع الحباب تولى